سوف نفتح نقاشا في هذه التطورات في أيضا الملف السوداني سواء سياسيا أو حتى ميدانيا مع ضيفينا اللذين ينضمان إلينا الآن من القاهرة الدكتور أمين إسماعيل مجذوب خبير إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية، وبعد قليل سينضم إلينا ضيفنا فور جهوز التواصل معه عمران عبد الله حسن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان تقلو. إذن سأبدأ مع ضيفنا من القاهرة دكتور أمين. يعني اليوم رفض الجيش أتى واضحا أو رفض البرهان في المشاركة بقمة إيجاد بوقت اليوم أنه قائد قوات الدعم السريع ذاهب، يعني اليوم سيكون مقعد السودان ممثل فقط بقائد قوات الدعم السريع، لماذا يذهب دائما السيد البرهان إلى هذه المواقف في يعني عندما يتعلق الموضوع بالتطورات الأخيرة وليس هذه قمة لرؤساء الدول؟ فبأي صفة يصل قائد الدعم السريع إلى هذه القمة في يوغندا؟ بأي صفة؟ وكيف سيجلس في مقعد السودان؟ هنالك رئيس، هنالك حكومة معترف بها. هذه الأخطاء هي التي جعلت هذا البيان يصدر، وأعطت فرصة حقيقة للحكومة السودانية إنها تنتقد الإيجاد ومواقفه السابقة وعدم حياديته، وهذا يضعف موقف الإيجاد وربما يجعل الجميع حتى المجتمع الإقليمي والدولي يتجه مرة أخرى إلى منبر جدة والوسطاء الذين لهم وزن، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. في تقديري أيضا هنالك سبب محلي وهو المقاومة الشعبية التي انتظمت بعد احتلال ولاية الجزيرة ومدينة واد مدني. الشعب السوداني الآن يضغط في اتجاه حماية نفسه، وبالتالي ما لم يقدم الدعم السريع السبت بالانسحاب من منازل المواطنين لا أعتقد أن هنالك فرصة لإجراء أي لقاء، وهذه قمة وليس تفاوض. طيب سنذهب إلى ضيفنا من لندن عبر الهاتف السيد عمران عبد الله حسن. أستاذ عمران، يعني اليوم السيد دقلو يكون لديه تجاوب بكل الدعوات ولديه زيارات ولديه جولات، ولكن بنفس الوقت هو ينتقد أنه عندما يكون هناك نقطة تستدعي تصرفات واضحة منه هو يعدل عنها. هنا نتحدث عن مخرجات جيبوتي واللقاء الذي كان يجب أن يحصل بين الطرفين بشكل مباشر. يعني لماذا السيد حميدتي مستعد للذهاب بكل هذه الجولات ولكن بنفس الوقت ليس هناك أو يتهم بعدم تنفيذ الاتفاقات التي يتم التوصل إليها؟ طيب في البدء التحية لك ولكل ضيفك ولكل مشاهديك. السيد حميدتي لم يعدل عن الاتفاقات أو عن مخرجات الإيجاد، بل هو أبدأ استعداده، ولكن عندما علم من الوساطة أن هنالك غياب تام لكل المعنيين بالوساطة لظروف رأس السنة الجديدة والسنة الجديدة وأعياد الكريسماس، طلب منهم أن يحضر كل المعنيين لأهمية الوضع، لأن هنالك فاعلين أساسيين في هذا الاتفاق وضامنين له مثل الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، رؤساء دول الإيجاد وكل المعنيين. وكان هذا مهم جدا، وهذا يؤكد حرص السيد القائد لنجاح الدورة، فلبت الوساطة ذلك الطلب، فلا نرى في ذلك مراوغة بل نرى ذلك حرص منه في إنجاح هذه العملية. لكن ما يشيع الآن من أن الجيش أو أتباعه من الإسلاميين الذين يقولون أنهم يرجحون العودة إلى مفاوضات جدة، سيدتي الفاضلة، هم حتى مفاوضات جدة من الذي رفضها؟ عندما جاءت مفاوضات جدة الجولة الثانية من المفاوضات هنالك فقط جندين أساسيين تمت مناقشتها، الجند الأول هو المساعدات الإنسانية، والجند الثاني هو بناء الثقة بين الطرفين. في 7 نوفمبر وقع الطرفين على التزامات توصيل المساعدات الإنسانية، توقع عليها الجيش ووقع عليها الدعم السريع. وهذه الإجراءات، إجراءات بناء الثقة، اشتملت على بعض الأجندة الأساسية، وأهمها هو القبض على الإسلاميين الفارين من السجون والذين أشعلوا هذه الحرب. وأيضا من إجراءات بناء الثقة عدم التصعيد الإعلامي. ماذا حصل سيدتي الفاضلة؟
في هذا في بالنسبه للتصعيد الاعلامي، اول من خرج هو السيد ياسر عطا وهو نائب للبرهان، وتحدث في الملأ واساء لكل الدول، حتى لم يراعي الدبلوماسيه ولم يراعي موقعه، اساء للدول واساء للسودان نفسه. بعده تلاه البرهان ايضا خرج وتحدث على الملأ واساء لكل اقواتنا واساء حتى الوساطه، اذا هو لم يلتزم بهذا البند. اما بالنسبه للبند الثاني وهو بند القبض على الاسلاميين الفارين من السجون، هم وافقوا على ذلك وطلبوا مهله 10 ايام. بعد العشر ايام فشلوا في القبض عليهم وطلبوا بتمديد المده لعشر ايام اخرى. العشر ايام الاخرى ايضا انتهت ولم يوفوا بعهدهم، حتى تم القاء او انهاء الوساطه اوقفت العمليه. من ناحيه اخرى، من ناحيه الاجراءات المساعدات الانسانيه، ماذا حصل فيها؟ ايضا الرفض كان من الجيش. اول حاجه الجيش رفض ايصال كل المساعدات الانسانيه الى المناطق المتضرره مثل الخرطوم والنيل الابيض ودارفور وكردفان. ايضا رفض الجيش شهيدة الفاضله فتح مطارات نيالا والجنينه والفاشر لايصال المساعدات الانسانيه، وهذا ايضا ما كانت قد تم الاتفاق عليه. كما طلب الجيش من منظمات بعض المنظمات مثل منظمه اطباء بلا حدود والمنظمات المنظمه الايطاليه والنرويجيه بعدم العمل في الخرطوم، وهذا كله يتنافى مع اجراءات المساعدات الانسانيه. نعم. ايضا رفض منح التاشيرات للعاملين في 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 المجال الانساني. اذا سيدة الفاضل الان هم يقولون ان نعود الى منبر جده ويتحدثون عن اجنده لم تكن موجوده، يتحدثون عن يخدعون الشعب السوداني، يقولون ان منبر جده جاء فيه ان خروج اخوات الدعم السليم من منازل المواطنين، هذا لم يكن هنالك ولم يكن موجود، بل هم يكذبون على الشعب السوداني حتى يريدون ان يبرروا لاستمراريه هذه الحرب. ونحن اكدنا من اليوم الاول سيد عمران، بس اسمح لي ساعود لحضرتك، ساعود للتاكيدات التي تتحدث عنها، بس دعني اعرف جواب الدكتور امين. يعني ضيفنا من لندن دكتور امين يتحدث عن انه الجيش لم يلتزم أصلا بمخرجات منبر جدة والآن يعود للمطالبة بهذا المنبر فقط، وإلى جانب كذلك عدم الالتزام بالوعود بإدخال المساعدات الإنسانية وبحماية المدنيين. هل يعني توافق حضرتك؟ الحقيقة القفز من 11 مايو إلى نوفمبر هذه خطوة غير منطقية. هنالك اتفاق في 11 مايو وهنالك هدن استفاد منها الدعم السريع في توسعة عملياته في العاصمة. 11 مايو اتفاق يقضي بخروج الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية والمستشفيات وفتح المسارات الإنسانية، لم يلتزم بها الدعم السريع. فلا نقفز من 11 مايو أصلا ونصل إلى نوفمبر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تثبيت الاحتلال لبعض المناطق بأن يعطى امتياز في تقديري هذا ليس شروط التفاوض. أنت لا تفاوض على نتائج الحرب، إن التفاوض على أسباب الحرب. الأسباب هي الاتفاق الإطاري وأسباب سياسية في كيفية دمج الدعم السريع ثم مناقشة القضايا العالقة، هذه هي التي أجعلت الحرب. نعم. دمج الدعم السريع هل في 10 سنوات، هل في 7، هل في 2، هذه هي أسباب الحرب. لكن لا نفاوض ولا يستطيع أحد أن يفاوض على نتائج الحرب. إنك لازم تخرج من منازل المواطنين، لازم تخرج من الأعيان المدنية والمستشفيات، حتى المستشفيات تحولت إلى سكنات. لماذا تم مهاجمة مشروع الجزيرة؟ هذه ولاية اقتصادية لا علاقة لها بأي منطقة عسكرية ولا توجد فيها أي منطقة حيوية. ما زال السلب والنهب سيد الموقف. هذه إذا قدم الدعم السريع السبت فقط بالخروج من منازل المواطنين، الشعب السوداني سيجلس يتفاوض معه وليس الحكومة، لكن بدون أن تقدم أي عامل من عوامل الصيغة. أأتي أخيرا إلى مسألة القبض على الفارين من السجون. من الذي دخل السجون؟ ومن الذي أطلق المجرمين من السجون؟ قوات الدعم السريع منذ الأسبوع الثاني والثالث هي التي دخلت السجون، فكيف تأتي الآن لتطالب بإرجاع الذين أخرجتهم أنت؟ هذه إشكالية. يبدو أن هنالك تصعيد، هنالك خطط لتوسيع عمليات الدعم السريع، وبالتالي جاءت ما يسمى بالمقاومة الشعبية. نعم. سيد عمران، هل فعلا في خطط لتوسيع عمليات الدعم السريع؟ لأنه بالفعل يعني حينما كنا نرى سيد حميدتي بجولات عديدة وبدأ يظهر بشكل يعني دائما على الإعلام، بدأت العمليات تتسع، رأينا ما حصل بولاية الجزيرة وصولا إلى نقاط أخرى، فهل الخطة التوسيع؟ سيدتي الفاضلة، إذا كان السيد حميدتي هو كان حريص على توسيع رقعة القتال
كان بإمكانه إسقاط منطقة الجزيرة في الشهر الأول أو في الأسبوع الأول. نحن في اليوم الأول الذي أشعل فيها في هذه الحرب استولينا على الخرطوم تكاد بالكامله، استولينا عليها في يوم واحد رغم اننا لم نكن مستعدين لهذه الحرب. اذا فيريت اننا نوسع الحرب هذا غير صحيح. السيد القائد مكن طيله 9 شهور في الخرطوم وهو مع جيوشه مع المواطن السوداني يعاني من مشاكله، يعالج في اشكالاته، يوفر له الرعايه. عندما خرج خرج بحثا عن السلام، خرج لكل هذه الدول وكان يعني يطلب يشرح للشعب او للدول الجوار معاناة الشعب السوداني، اسباب الحرب، من الذي اشعل هذه الحرب، حرص السودان ان يوقف هذه الحرب لان الشعب السوداني الان ليس بطاقته ان يواصل اكثر من ذلك. هذه هي الأسباب. لكن بالنسبة لمنطقة مدني، السبب الأساسي لتحول إلى منطقة مدني هو البرهان نفسه. عندما جاء إلى منطقة الجزيرة وقال أن الجزيرة فيها أكثر من 40,000 من المستنفرين الجهاديين الذين أو أرفضهم لقتال قوات الدعم السريع، وقال أنها هي ستكون النقطة الأساسية للقضاء على الدعم السريع، فكان بالضرورة أنها تكون هدفا مشروعا بالنسبة لقوات الدعم السريع. عندما جاء دخلت قوات الدعم السريع منطقة مدني حتى قبل الاستيلاء عليها، هم بدأوا في أكاذيبهم وتضليل الشعب السوداني بأن هنالك عمليات اغتصاب وعمليات سرق ونهب. سيدة الفاضلة، كل هذه الأسباب الذي يتحدثون بها أصبحت كرتا محروقا، ونحن لا نريد أن ندافع عنها كثيرا. نحن الآن نتحدث عن قضايا الشعب السوداني. الآن هم يريدون أن يجيشوا الشعب السوداني بأكذوبة الهبة الشعبية، أو يقولون أن الشعب السوداني هو من يفاوض. هذا تدليس. هم يريدون فقط في النهاية عدم إيقاف هذه الحرب، لأن إيقاف هذه الحرب ستؤتي بهم إلى المشانك. كل ما يصيغونه من أننا رفضنا جدة، مفاوضات جدة الأولى، سيدتي الفاضلة، لم يكن هنا هذا صحيح. هنالك تم تكوين لجنة 5+5 وكان الجيش طرفا فيها، ذهبت لكل الأعيان لكل المنازل، لم يجدوا هذا الادعاء بأن قواتنا تسكن في منازل المواطنين أو في الأعيان أو ما إلى ذلك. إذن كل الأدلة تثبت العكس. طيب. الآن هم فقط يراوغون ويكذبون على الشعب السوداني حتى يظنون على الشعب السوداني. إن لم أنا أذكر، أنا في مداخلتي الأولى ذكرت الجولة الثانية بالتفاصيل، لكن إن لم أذكرها كانوا يقولون عن الجولة الثانية أفضل أو أكدت أنها أصرت على خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين. هم يكذبون على الشعب السوداني لأن الشعب السوداني لا يقرأ أو لا يسترجع هذه الأيام، لكن نحن مهتمين بهذا الأمر ونحفظه على ظاهر القلب، وسنذكر به الشعب السوداني أن الآن من يراوغ ومن يراهن على استمرارية الحرب أنتم أو الجيش، وليست له المقدرة في مواصلة الحرب، وليست له آلية لإيقاف الحرب. نحن الآن طرحنا مبادرة لإيقاف الحرب. طيب. وطرحنا عدة أسباب ممكن أن تساعد الشعب السوداني. الآن نساعد الشعب السوداني. الآن الجيش حتى لا يساعد الشعب السوداني. حتى الإغاثة التي وزعها الشعب السوداني هو الجيش قد وزعها إلى 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 المقاتلين وإلى المجاهدين. أين أسأل ضيفي؟ اسمح لي، نحن للأسف انتهى وقت هذا الحوار. ماذا يساعدون الشعب السوداني؟ أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك معنا من لندن عمران عبد الله حسن، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دجلو. وأشكر ضيفنا من القاهرة الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية.